يأتي هذا الاقتراح برغبة بصفة استعجال من أجل شمول يوم الخميس الموافق 5 مايو ضمن إجازة عيد الفطر المبارك. تاريخ 5 بيكون يوم فاصل بين إجازة العيد حسب الرزنامة ويوم العمال والإجازة الأسبوعية. يعني يأتي يوم الخميس كيوم عمل بين إجازة عيد الفطر ويوم العمال من جهة وعطلة نهاية الأسبوع من جهة أخرى، والتي سيكون ضم هذا اليوم ضمن الإجازة الرسمية الممنوحة لعيد الفطر المبارك. وهذا الأمر من خلاله سيتمكن الأفراد من ترتيب أمورهم وشؤونهم الأسرية من غير حمل هم الحضور للعمل في يوم منقطع بين عطلتين. وهذا الأمر ليس بجديد، فكثير من الدول في العالم تأخذ بهذا المبدأ، وأقرب شيء لنا دولة الكويت والمتمثل بجعل اليوم المقطوع بين عطلتين يوم عطلة، وذلك لتحقيق الاستفادة الأكبر للموظفين والعاملين من هذه الإجازة. ولكل هذه الاعتبارات التي تنصب في المصلحة العامة تأتي الحاجة للموافقة على هذا الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال.